رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية الذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر لعام 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت شعار سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة، بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم. كما يشارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وممثلين من المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال. وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض استطلاع لآراء المواطنين في المشكلة السكانية، والذين أكدوا ضرورة مواجهة الزيادة السكانية من أجل توفير جودة الحياة للأجيال القادمة. وأضافوا أن الزيادة السكانية تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها. ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافية، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانع السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، بالإضافة لإقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات الصحة والسكان والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر. ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ووضع خطة واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هادفة تحسن جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية. من مصر، ياسمين جبريل.